طيب انا اخد من كلام استاذ جمال استاذ محمود، وقبل ما اتكلم على انا متخيل طبعا الناس اللي عاشت اللحظه يوم السبت الساعه 2 يوم 6 اكتوبر 10 رمضان، بالتاكيد مشاعر مش ممكن انسان يعيش، يعني مهما توصفها ومهما تحاول تجسدها مش ممكن تحسها او توصلها زي الانسان اللي عاشها. وعايز اقف معاكم جدا في اللحظه دي، بس انا عايز اخد شويه من كلمه الروح، لان انا بشوف هي الروح دي موجوده عند المصريين، يمكن ما بتطلعش او ما بتظهرش او ما بتتجلاش الا في وقت الازمه او وقت الاحتياج او وقت المحنه تتجلى قدرات المصريين تعوض. ممكن يبقى عندنا مشاكل كتير، ممكن يبقى عندنا عيوب تراكمت لمده سنين طويله جدا، لكن في الوقت ده الروح بتعوض اي حاجه قليله عندك او اي حاجه ممكن تخليك ما تقدرش. قول حضرتك زي ما انت عايز. بالظبط. يعني ماشي، اولا علم الاهلي بلون علم مصر بلون الدم، النادي الاهلي شارك بصوره او باخرى قبل ما ندخل في الموضوع في انتصارات اكتوبر المجيده من خلال نجوم وكانوا موجودين وقدموا حاجات كتيره جدا. مساله الروح مع المصريين دي مش من النهارده او من اكتوبر فقط، انت هترجع بقى هتجيب تاريخك من ورا. انت دوله جذورها يعني ضاربه زي ما بيقولوا في التاريخ، وامه كبيره لها ماضي مجيد، يعني سيبك عن الظروف اللي احنا مرينا بيها في فترات، هكذا هي الامم. تنهض ثم تقعد ثم تقوم ثم تنهض، هكذا امه عجيبه، امه فيها كل المميزات، فيها كل الاصرار، فيها كل التركيبه اللي تخطر على بالك لما تيجي لما تسمع كلام الناس عن مصر وعن المصريين لما يكونوا حاضرين، بتلقى كلام بلد مهد الرسالات، بلد مهد الانبياء، لازم يبقى فيها ومهد الحضاره كمان. ومهد الحضاره، ما يعني ما هي الحضاره الانسانيه، يعني انت عاوز اقول لك ايه، انه الكلام ده كله بيجي في لحظات لازم يتجسد، تخرج من العشوائيه الى مفاجاه زي مفاجاه 73. انت مع الكل العالم اللي حواليك بتدي له سرد ان انا مش قادر. ايوه. ومظاهرات ومش هنقدر نحارب ضد الرئيس وبتاعه وموقف محبط واجواء لا تم، ثم تفاجئ ان المحله بتلعب ماتش مع الطيران والطيارات معديه فيها. كان المحله نادي المحله بيلعب ماتش يوم الساعه 2 وحتى راحوا جابوا يعني عاوز اقول لك ايه، الجمهور قاعد يهتف لما عرفوا انه في ايه، انه الطيارات عبرت يعني عاوز اقول لك ايه، يعني كانت الحياه من الاصرار ان الحياه كانت تسير طبيعيه داخلكم من غير احد يتوقع انه في قرار وفي موقف في موقف. لانه حتى الان لم تستطيع من وجهه نظري السينما المصريه ان تقدم عملا يليق بمقام 73، لان ما زال حتى الان فيه دراسات وفيه مواقع وفيه اشياء من الاسرار. بدون قطع كلام حضرتك، بمناسبه السينما، والسينما هي ذاكره الامم دلوقتي، ولو بصينا على السينما الامريكيه وازاي جسدت حروب امريكا مثلا في العالم وقدمت صوره غير واقعيه او غير حقيقيه، طبعًا غير تعرف وتدرك معنى وخطوره السلاح ده. انا بشوف مثلا فيلم زي الممر والتاثير اللي عمله الفتره الاخيره مع الاجيال، ده الاخيره ده انا بتكلم على انا بقول لك مدى اشتياق المصريين. بقول لك في جيل النهارده لغايه دلوقتي بيتابع، اللي عنده 48 سنه النهارده على ارض مصر معاش ما حسش بالصدمه. خلي بالك ده في قيمه الخطوره ان تترك هذه الاجيال تتقبل وتتلقى اشياء مش في تركيبه المجتمع. الفن رساله في غايه الخطوره، انك انت بتجس اصبح رساله قصيره جدا من خلال افلام وورق بيكتب بماء ذهب، يعني كلمات جيده وعبارات منتقاه، بدل المستوى اللي احنا وصلنا له في الفترة الأخيرة اللي أنت شايفها. أنت محتاج من بعد الممر والاختيار والأعمال الجيدة محتاج تفاعل مع المجتمع. تفاعلت الناس ولا ما تفاعلتش؟ تفاعلت لما لقيت حاجة كويسة. اهتمت بيها؟ اهتمت بيها. الممر عمل رد فعل. في ممكن يكون في لدينا من الحكايات ومن قصص الأبطال التي تروى وستظل تروى الى قيام الساعه عما حدث في 73، في حاجات كتير جدا تستحق انك تعمل عليها وتلقى عليها الضوء. في ابطال لم يخذوا حقهم حتى الان. الحاجات دي كلها جت من فين؟ جت من الروح، من الايمان، من العزيمه، من الاصرار. لو كنت تسمع كلمات رحمه الله عليه يعني فخامه السيد الرئيس انور السادات، حاجه كده بتعمل لك حاله الاغنيه اللي انت بدات.